حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمدا القرشي قام يجر إزاره فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني أسلم أبو عمران عن هبيب الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ على إزاره خيلاء وطئا في نار جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أنه سمعه هبيب بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يجر إزاره خلفه ويطأه خيلاء فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه من الخيلاء وطئه في النار.